الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اليومي حكايات. كل يوم حكاية، وهذا اليوم حكاية، وغدا حكاية. نستمع أو نحكي اليوم حكاية طبعا لمهنة أساسية في ساحل حرب قديما طبعا، هي مهنة ركوب البحر والاصطياد. هناك للبحر كثير من هذه ركوب البحر، يشتغلون في ناس صيادين علشان السمك. وركوب البحر بمعنى السفر في البحر يسمى إبحار. يقول لك البحار فلان، مو البحار اللي بالصيد، لا، البحار اللي يبحر بباخرة كبيرة أو بساعية كبيرة، يروح من هنا مثلا إلى قارة أخرى، يروح إلى الهند، يروح إلى الصين، يروح كله بواسط البحر. تمام، يسمونه ذاك ملاح. ملاح معناه صاحب بحر، واتخذ الملاحة كمهنة، ويبحر ويشيل ناس وقابي بضايع ويبدي. لكن الصياد برضو يشتغل على البحر. الصياد هذا ما يروح يبحر إلا يجيب الغبة، يجيب خصار ويجيب لواء، هذا الصياد. هذه مهنة وهذاك مهنة، بس هذه مهنة يعني يشتغل بها أكثر يعني ناس في الشحر، وكلا في ريدو وسعر، في سيحوت، في بير علي، هذا كله الساحل أو الشريط الساحلي كله ناس أكثر شيء مهنتهم هي اصطياد الأسماك. تمام، وبلدنا لا ننسى، بلدنا لها ثروة سمكية كبيرة. يعني الدول الأخرى الآن، اللي حاليا مش أول، الآن بعد تطور الأدوات وتطور الإمكانيات للاصطياد أصبحت لها قيمة أكثر. وانتوا اللي تشاهدون حاليا في وقتنا الحاضر عوازل الكبار، حقوه حق صيد ولا لا؟ أيوة صح. أيوة، يشلون الصيد من هنا ويتبقى هناك. إذن بحرنا يزخر بالثروة السمكية وبالأسماك ذات الجودة، يشلونها في مصانع أخرى خارج بلادنا. طيب، نتحدث عن البحر. البحر ويقولون مثلا بحر غدار، كيف غدار يعني؟ لا، البحر غدار بغى واحد يطلع وعنده خبرة. وأجدادنا اللي بنتحدث عن البحر قديما عندهم تفكير، خبرة، يفكرون خبرة، يمشون حتى بالنجوم زي البحارة، يشوف النجم دكتي والنجم، النجم هذا اللي في البحر يطلع مواجه، يقول لك ما حد يركب يم فيه، اللي هو الخريف، وقت الخريف، يقول لك ليش؟ لأنه الأمواج تطلع وتنزل. فالبحر له أخطار كبيرة في طلوعه، وله أخطار كبيرة عندما يصطاد الصياد الأسماك الكبيرة. كيف يسوي لها؟ يعني وابل كيف ونجي حوت كبير ودخل من تحت وقال بالصندوق كذا خلاص غلق، فتح الغار حقه وفمه كبير ودخل ذي كله روح غلق. فإذن بغت خبرة وبغت، وللبحر مقادمة أو ناس يقول لك جبوا البحر ولا ما نعرف بالضبط إيش يعني. هو المفكر نهار بقى غيام من دلوقتي تحصله هودي صاحب بحر، ريال العاقل يالس برا خري والناس لا حد يطلع اليوم يا جماعة، لا حد يطلع وراء، ما هو رياض البحر يعني يعرف. أيوة حاليا لا في النت الأرصاد يقول، يطلعون الأرصاد يقول اليوم رياح، الأرصاد يقول مدريوا، الأرصاد يقول رياح مدريوا، وشوفوها ياي قدها قريب مدريوا. هذا الآن حكم العلم والتعليم تطورت، حتى أدوات الصيادة تطورت. كانوا أول لما يطلعون الصيادين معهم مجاديف صغيرة، وبعدين لما يطلعون لفوق يطلعون الشراع. بالشراع هذا كان طلعهم، الشراع يشلهم. إذا لا ما فيش هواء ما عادش يصيد.
يطلع. ما بيطلع، وان طلع بيطلع محل قريب بيجيب صيد. بيصيد طيب كانك بدي ماشي اليوم ما قدرنا نبت ما قدرنا ماشي هو ونبت بالمجداف حقه الله هو اعلم يوصل الى فين. يتعب ما يتعب، جيله رياح وهو داخل، جيله امطار وهو داخل، يعني حياته معرضه للخطر للخطر. تمام. فكثير من الصيادين يعني يروح في البحر مسكين. ليش؟ نتيجة انه اما غلط طلع في وقت تاني، ولا راح معاه واحد من الحوات كبير انسعه، ولا كسر يده، ولا تمام؟ في ظل امكانيات بسيطة. الاصطياد الان تجار كبار يتاجرون ومعاهم بواخر كبيرة يصطادون بها بصباعهم بيداتهم، لا يصطادون بآلات. أجهزة. بأجهزة. فالصياد هذا يطلع مسكين، وبرغم من كده يعيش على عياله. يعيش على عياله وكل شيء. لكن الخبرة أهم شيء، وما طلعوا ويابوا الصيد إلا ولهم تفكير وناس مفكرين. ما يطلعون حد صغار وين يصطادون له، يطلعون ولد ذكي. وإن طلعوا واحد ولا اثنين هم أبنائهم من شانوا يكونوا في المهنة هذا. تعلمون. أيوة يتعلمون المهنة هذا. والمهنة هذا حاليا بغت دراسة، بغت فلوس، بغت دكتوراه، وناس تخرجوا عن دكتوراه في البحر، دكتوراه في الاصطياد، دكتوراه في ابحار، في الابحار للبلدان الاخرى، الاحياء البحريه. ايوه الاحياء البحريه الان الحمد لله، يعني في معاهد في كليات عبر جامعه حضرموت، واللي درسوا برا واللي الحمد لله لا. لكن نحن نتحدث بصدد اجدادنا وابائنا كيف يسووا. فاذا الان تعتبر المهنه البحريه مهنه أو يشتغلوها ناس الصيادين القدامى وبرضو الصيادين. لكن لا نقول في هناك مقالة الوليد إذا كان، طبعا كلام موجه للآباء، إذا كان ولده ما فاز سنتين وهو في رابعة راسب سنتين وهو في سادسة، يا ولدي يا ولدي شنو البحر. كان أول حكم أنه الآباء ما كان عندهم دراسة قليل ما يقدرون يتابعون، بس يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي طلع مو البحر دحين ما بغى المدرسة، غابة يلعب غابة مدري يا بقى تقول ما بينفع لا طلعوا البحر. هو صح طلعوا البحر، بدل ما طلعوا البحر درسوا وخلوا يدخل معهد سمكي وخلوا يخرج ويطلع البحر على وا فاهم على دراسة. فهذا يا بنايه والله في دراستكم، لأن الدراسة هي اللي تنفعكم، هي اللي بتاخذ ايديكم الى محلات اخرى وتكونوا تمام. فتحضرني قصه لصياد مسكين وعاقل لكنه ما حد يرعاه ولا حد قال انا بطلع البحر. هذه قصه حقيقيه حصلت لواحد في مدينه الشحر اسمه يقولون ابو حاج، وانا تلقيتها من العقال حقنا. وابو حاج هذا طلع البحر وسافر بغى يصطاد طبعا، ومعه مش قارب، في هناك قارب وهنا هوري صغير، قارب كبير وعبري. العبري يقول الكبير ده هو معلق هوري صغير. طلع في الهوري حقه ما كل مرة مسكين يجيب له صيد ويخرب السوق يبيع بشوية ويعيش مسكين عليه. في ذاك اليوم طلع البحر ما عادته ما عاد وينه بحايش وين بحايش وين ما يجي. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم نقول كيف حاليا لو أحد ضاع خريه له طاله الهليكوبتر دوروا له يا أبوه صح ونخصلوه ميت ولا إلا إذا كلاش حوت ماشي تمام. ويا أبوه دوروا له خريب قارب في أبوه مكاين من ذلك بو 40 من ذلك بوه مكاين قوية فر يوصل الغبة في مدري كم ساعة ونص من ساعتين من ذلك لهناك. ويا ابو كان دحين اول ماشي ماشي صح معه من بينفع ومن بيساعده في البقعة يا ربه الله سبحانه. عبرت اربع ايام من ثلاث ايام، وطبعا لما يبت يلقي له ياك بقعة خريبة منها يشوف ضبضب مثلا يبت كذا ضبضب ما نحس الصيد يوقف. ثاني يوم بغى الصيد هود يخري للبحر من كذا ضبضب وتوه ويتعين يقولون له مربط والله يقولون له انا نسيت اسمه شفت
يطلع له هناك. طيب ثلاث ايام اربع ايام ماشي بكو هذا وسام مات اسبوع مات مات طبعا اربع ايام في البحر لا اكل ولا شيء يموت اكيد شكله وبكو بكو لقوا له حقهم القراء ولقوا مدري وقراءاتهم والعزه وكل شيء بعد اربع ايام اليوم الرابع مدري وخمس خلوا يجيب الصندوق يعني عادوا حي لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى حفظه صح لانه بيت بيعيش وياكل اولاده وبيبيت خطا والسبب قد يكون ريح وقد يكون شيء لانه عاقل عرف بعدين ما السبب فلما جاء ابتهروا الناس بحال هو قام من موت من هو اللي عنده بحال الناس طبعا استغربوا لكن اصحاب مؤمن بالله يعرف ان الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت صح ف وصل البلاد قال لهم نبو حي وقعد لي واحد اثنين ثلاثة أربعة كان كل شيء أيوة وهو شاعر قام لقى قصيدة بس ويابها لهم تحكي عن من يوم بتم تحبوا تسمعون القصيدة دي أكيد طيب وطبعا هو ما هو ملحن ولا شيء إنما شل لحن من الموشحات حق المسايد لأنه طول النهار ركبوا على الكلمة هيدي وبدأ يشيل الموشحات هذا يقول بوحاي يا طم قصة وقع بوحاي قل له سلم يا حوت بايصرط الهوري بضو النهار باقول صيون ولهو من حوات الأخام صيون ويومه ما احتزر لي يوم ظهره بشار يوصف شلنا غبة الحنشان هي والحوم وصبحة الناس مكروبين وسط الديار لا ضاع بوحاي منه تنشدوا ناس جام يومه وسط البحر يوم البحر يشعل بنار شلنا غبة الحنشان هي والحوم وصبحة الناس مكروبين وسط الديار لا ضاع بوحاي منه تنشدوا ناس يام يوم وسط البحر يوم البحر يشعل بنار والله والله لو ذاك المصيبة عزم حوت شلو بايصرط الهوري بضو النهار باقول صيون ولاهو من حوات اللخام صيون ويومه محتزر ليوم ظهره قشار الراس شيب وزاد الكسل فيه وهم والعاد بطلع اشيا الغبة ولو بالخصار يديت يديت والمايود ثلاثة عبار والفايدة قحل والمحصول غرفة قشار قال ما معي تعبت معها بطلع لقد قلت لها بطلع بيبتوها ثلاثة عبار وبس وباقي لك شارط البحر دحين معاه بطلع البحر طبعا بطل مسكين التعب ما التعب يعني خلاص تعب ويقول له حصلت بهذه قصة بوحاي وأهوال البحر اللي لقاها أحبائي سنتقي يوم غد لا تنسوا السلام عليكم ورحمة الله